هي واحدة من أنجح أخصائيات التغذية بالعالم العربي، إنجي قصابية. اشتغلت ويا هواية نجوم وساعدتهم بتنظيم حياتهم وأكلهم وحفاظهم على رشاقتهم، ومو بس بالعالم العربي حتى بالغرب، وهي أهم نجوم هوليوود. إنجي ضيفتنا الليلة حتى نعرف منها تفاصيل أكثر عن آخر تعاوناتها ويا النجوم وعن آخر مستجدات عالم التغذية والتنحيف. البداية من التعاون الأخير اللي جمعها بالنجم العالمي سيلفستر ستالون. أول شيء أنا كتير مبسوطة أن أكون معكم ومع يو تي في لأول مرة. تعاوني مع سيلفستر ستالون صار أكثر من 10 سنين. بلشت تحضيره لتصوير فيلم إكسباندبلز 1 بال2008 أو 7، ما بتذكر بقى السنة بالضبط. ومن وقتها صرت أنا دايما معه بكل أشغاله وبكل أعماله وكل أدواره بأفلام مثل روكي، رامبو، وهلأ جديده بإكسباندبلز 4 يلي بعده ما نزل هلأ حاليا عم يتصور. احكي لنا أكثر عن دورك الحقيقي ويا سيلفستر ستالون وشون تساعديه قبل تصوير أي فيلم. أول ما تعرفت عليه سيلفستر ستالون قالوا لي أنه في ممثل بده نيوتريشنست واسمه سلاي، فأنا ما أجب بالي، بلبنان ما بنعرف سلاي، بنعرف رامبو، روكي، بس ما بنعرف حدا اسمه سلاي. The moment I saw him I was shaking، بطلت أعرف أحكي لأنه عنده رهبة مش طبيعية. حدا over perfectionist. تعاون معه ابتدى بالأكل، بتنظيم وجباته، لأنه بأوقات التصوير بيكون عنا 12-13 ساعة تصوير، وقت الأكل كتير قليل، فبدو يكون الأكل يعطيه الأنرجي، يخليه مركز بالدور اللي هو عم يعمله، وبنفس الوقت يقدر يكون بالوزن المثالي، لأنه ما تنسي أنه لا يقدر يكون عنده تركيز، بيكون فيه كربوهيدرات بأكله يلي usually nutritionist بيمنعوا عنه. شغلت أنه أقدر أحط النيوتريشنال بلان تبعه من دون ما يأذي صحته ويخليه برشاقته. هو كل عمره he's fit and everybody knows he's fit، يعني الكل بيعرف أنه هو قديش وزنه مثالي. بلشت بتجربتي معه وثق فيي، والحمد لله قدرت أربح ثقته. وأنا كلبنانية فخورة أنه كنت مرأة عربية لبنانية معه، صار لي أكثر من 12 سنة، أكثر حتى من 12 سنة مكبته بكل أعماله. زين، كلنا عندنا فضول نعرف شنو هي شخصيته وراء الكاميرا، صعب التعامل وياه أو سهل؟ كسيلفستر ستالون، هلأ أنا اشتغلت مع كل الممثلين اللي كانوا مشاركين بإكسباندبلز 1 و 2 و 3 و 4 مثل جيسون ستيتم، أرنولد شوايتسنيجر، بروس ويلس وكتير غيرهم. جات لي بتعرف أنه بكل بارت من الفيلم كان في كان في ممثلين جداد. اشتراكي معه غير عن الكل، جيسون كتير حدا ملتزم باللي بيعمله وحدا very strict. سيلفستر ستالون حدا أكتر ما تتصور professional، يعني حدا عارف شو عم يعمل، مشان هيك استمراريته بقت لأكتر من 40 سنة. حدا بعده لليوم بسجل دور الإنسان اللي بوجهه على الريكوردر وبيعمل rehearsals قبل التصوير وبالكل الليل. حدا بيحضر كل details من التريلير، بحط الميوزك، بيعمل البرودكشن. فكيف إذا بدي أحكي عن أكله؟ يعني شخص هالقد professional، وهذا اللي أنا ببعتها كمسج لكل الفنانين العرب، إنه نحن ما نقصنا شيء نكون بنفس المستوى. عنا الموهبة، عنا الشكل، وعنا الإطلالة، ناقصنا بس إنه نكون مستمرين على النظام الغذائي مثل ما هن مواكبين، وعندهم التيم تبعهم يلي بواكبهم بكل أعمالهم.